عايش كويس. لو سعيد بلد حلو قوي، وريني هتغرب زي كل اللي بيتغربوا. انت يا فاطمه ما جاوبتيش على سؤالي، انت ايه اللي جابك النهارده؟ وجوزك صلاح فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ بصراحه يا نجيب، فاطمه جايه غضبانه من صلاح، وهتقعد معانا يومين على ما يجي يصلح. لا يومين ولا ساعه واحده. ايه لعب الهبل ده يا فاطمه؟ كل يوم والتاني غضبانه وصلاح يعرف ان انت هنا؟ لا يا بيه، بصراحه جيت من وراه. يبقى العب. ازاي تسمح لنفسك تخرجي من باب بيتك من غير جوزك ما يعلم؟ احنا عندنا بنات تعمل كده؟ مش تسأل يا ابيه، صلاح عمل فيا ايه؟ الراجل يعمل اللي هو عايزه، انما الست ما تتحركش الا باذنه. الرجال قوامون على النساء. ولما الرجال يهملوا النساء خالص ويدوروا على كيفهم، يخرجوا الصبح يرجعوا الفجر يا ابيه. ما دام الراجل شايف كل طلباتك يبقى ملكيش عنده حاجه. ما دام الراجل قايم بكل طلبات بيته، الست لازم تبقى في خدمته وتحت امره. يلا يا فاطمه، حط عقلك في راسك وارجعي لجوزك حالا. يعني برضو طلعتني غلطانه يا ابيه؟ طبعا. ازاي تسمح لنفسك تخرجي من غير اذن جوزك؟ ده انت لو كنت مراتي كنت دبحتك. معلش يا نجيب، خليها شويه على ما تتغدى معانا. تتغدى معانا اهلا وسهلا، لكن يعمل ايه صلاح لما يروح بيته وما يلاقيش غداه ولا مراته؟ الراجل يعمل ايه؟ هيعمل ايه غير انه يجي يتغدى معاهم؟ طبقي فين؟ طبقي طبقي. سلام يا صلاح، بارك له. على الف مبروك. على ايه؟ نجيب اترقى النهارده. الف مبروك يا عم نجيب. عقبالك يا صلاح. نغني انفسنا. ايوه دلعوا فيه قوي، دلعوا فيه عشان بعد كده ما اعرفش اكلمه. يا فاطمه، تعالي هنا يا بنت، بلاش ليك حياه. ما تزعلش نفسك، سيبها لي انا، انا حرواتها بطريقتي الخاصه. انا اصلا اتعودت على كده، عارف لو فات اسبوع من غير ما تغضب احس ان في حاجه تايهه مني، حاجه غلط في البيت. عن اذنكم، يا بطاطس يا بطاطس بطاطس بطاطس. رجاله ايه دي؟ وتهنيت الدنيا؟ ايه يعني لما سرت ليلتين ثلاثه بره مش بلف بلف وفي الاخر بنام في حضنك؟ ما تمسنيش كل اللي بنا انتهى. والحب اللي كان بينا؟ يا خوشي يا خوشي، حضرتك وبعدين عليك الناس يا خوشي. صباح الخير يا نوارة، ازيك؟ الله يسلمك يا فاطمة. الزغريتي عندكم؟ اه كانت عندنا. نجيب اترقى بقى مدير كبير قوي. والنبي صحيح، الف مبروك. فرحة ما تمتش يا اختي، السرية جت بالنقل، راح بورسعيد. بورسعيد؟ دي فرحتي انا اللي ما تمتش. عن اذنك يا راجل، هتفضحي عن اذنك يا نوارة يا اختي. ايه ده؟ واحنا بنسأل؟ خلاص اديني بوسه بقى، بوسه عشان ماك مجروح. بوسه بوسه يا بطل. اوعى تلمسني. لا امال ايه؟ يا خوشي صلاح، ادي يا صلاح. صلاح هتعمل ايه؟ خليكي زي ما انت، حسبت لك، حسبت لك اني بريء. بطل بطل. سلام، مالك يا نوار؟ سمعت خبر زعلان؟ ايه؟ نجيب نقله بورسعيد. خليكي مش علقه في الاحبال الدايمه، خليكي متعلقه في نجيب ده وهو ولا حاسس بيك. ده بيتهيألك يا ماما، نجيب بيعبدني لعلمك يعني، بس هو من النوع اللي ما بيبينش. انا حاسه بكده، قلبي بيقول لي كده وقلبي ما يكذبش عليا. انت بينك اللي بتضحك على روحك. طب صبرك صبرك عليا، ان ما كان نجيب ده يجي ويقول لك يا ست الهواني طالب القرب منك في بنتك ما يبقاش اسمي نوار. نجيب؟ اه. بعد عمر طويل ان شاء الله. اهو سنجيب ده من النوع اللي يقعد يفكر 10 سنين وينقي 10 سنين وفي الاخر يفوت القطر ويقعد جنب امه عانس. طيب. انا شوف مين؟ ايه؟ انا معايا ضيف جايبالك عريس، خشي غيري هدومك. ايه؟ خشي خشي يا نوارة. اختي اتفضل يا استاذ حلمي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. ربنا يجعله عامل. اتفضل. متشكر قوي. اتفضل. قريبك ده صحابي من بعيد. اسكتي، ده انا جايبهولك لقطه. خشي بقى غير هدومك، ده تاجر جزم قد الدنيا. خشي يا نوارة. خشي خشي غير هدومك. خشي. على رأي المثل، من كتر خطابها بارد ده بقى معاه من ألف المليون. جزمة جنيه. لا ولا عليها حاجة. هتعمل ايه في حكاية نقلك لبورسعيد دي؟ هتعيش هناك ازاي من غير جواز؟ مين هيطبخ لك المحمر والمقمر والمدور؟ مين هيغسل لك؟ مين هيكوي لك؟
انا اقدر اقوم بخدمه نفسي. يا نجيب ده انت ما بتعرفش تكسر فنجان قهوه. انا نفسي اشوفك بالجدل والخيشه وانت عمال تسيح. اتعلم واتمرن لكن جواز لا. الله، وليه الاصرار ده؟ لابد ان في امه. اختيش يا صلاح، حاسب على الفاظك. ما هو عنده حق يا نجيب يا ابني في الكلام اللي بيقوله. ايه اللي مقعدك لحد دلوقتي من غير جواز؟ انت يا ضنايا عملت اللي عليك وزياده، ربيت اختك وجوزتها وطلعتني احب، خلاص بقى يا نجيب ما بقاش الا الجواز. طيب قولي لي انت، مين هي دي اللي تنفع لي زوجه؟ ولا مين هي دي اللي توافق طبعي وتمشي زي ما انا عايز؟ يا ابني دي الدنيا لسه بخير والاصل الطيب موجود، وياما بنات يتمنوك. انا مش عايز بنات كتير، انا عايز بنت واحده بس تمشي على عجين ما تلخبطوش. سيب الموضوع ده عليا. لا اعمل معروف، لا تروح تجيب لي واحده من بتوع المحازه ولا الميكروجيب اللي طالعين لي فيها وبيطالبوا بالحريه وعايزين يعملوا راسهم بروس رجاله. لا من ناحيه اطمن، هجيب لك قطه مغمضه وراك عليك انت بقى، يا تفضل مغمضه على طول يا تفتح مره واحده وتخربشك. الراك على الراجل يا استاذ. لا لا ما واضح. الله، بنت التانية اسألها، إيه رأيك يا بطاطس؟ بصراحة يا قابلني يجنن. الزوين على الحوض. تتكلم إزاي؟ أنت بقى بركة فيكي بقى ورقدنا على شأنك. أنا هبقى أتصل بيك. إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل، مع السلامة. صباح. مع السلامة. شكل أول أول أول. مسكر أبوه أبوه. ها إيه رأيك فيه؟ زفت وطين. أنت جننت يا صفية، أنا جوزي. يا خراب يا اختي، مش احسن من الاوهام اللي انت عايشه فيها دي؟ يا نوره بصي لي انا، شوفي ظروفي، من يوم ما طلقت من جوزي وانا لسه في الدنيا مش عارفه لي راس من رجلين. صحيح بشتغل وبكسب فلوس، لكن صدقيني يا نوره مفيش حاجه في الدنيا تسد مكان الراجل. قولي لها يا صفيه، قولي لها ضل راجل ولا ضل حيطه. صدقيني يا نوره الراجل ده تفهيم وتقيل قوي وشريكي. والنقي سيبوني على راحتي. ممكن وريني اللي انت جايبه لي المغازي بقى. جبت لك شويه قمصان موم اخر حاجه وصلت بورسعيد. الله يا صفيه. الله يا سيدي، انا عايز اعرف انت بتجهزي نفسك لمين دلوقتي؟ ايه نجيب؟ هو في غير نجيب؟ نجيب ده يا اختي انت ولا على باله. طب هتشوفه. صباح الخير يا ست امينه. صباحين وحت عليك يا حبيبتي، ازاي صحتك دلوقتي؟ نحمد ربنا ونشكر فضله. عامل ايه الموراتيزم معاك؟ هدت حيلي بعد عنك، لا مخليني عارفه اروح ولا اجي. ده انا على ما غسلت حتتين الغسيل دول كانت دراعاتي اتهدت. الف سلامه ليك يا حبيبتي. ابعت لك نوره تساعدك بدل ما هي قاعده كده اكل ومرعى واللي في صنعه. كتر الف خيرك يا حبيبتي. إلهي ربنا يسعدها ويوعدها بابن الحلال اللي يريح قلبها. اهي كل ما يجيلها عريس تقول له فوت علينا بكره. اهو زي ما عندك زي ما عندي. اهو سنجيب برضه كل ما اجيب له سيره الجواز يقول لي حديد وبعيد. كل شيء بأوانه، اصل الجواز ده ما يتعملوش ترتيب، ده بيجي كده اهو زي القضا المستعجل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بورسعيد؟ انت عرفتي منين؟ هو في حاجه بتستخبى؟ ايوه مسافر. امتى؟ مش عارف، لكن انت بتسالي ليه؟ هتوحشني. ايه المناسبه؟ يوه، العشره ما تهونش غير على ابن الحرام، ده احنا جيران اكتر من 10 سنين. ايه؟ زعلانه؟ الدنيا هتفضي عليا هنا وانت هتروح تهيص هناك. بيقولوا بنات بورسعيد حلوين. صحيح يا سنجيب؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ بتكلم من قلبي. طيب لايميها شويه. ليه في حاجه؟ ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ قصدك القميص يعني؟ نقل خارج قوي زياده عن اللازم. يوه مش لابساه في البيت؟ هو انت في البيت برضه يا انسه
ده انت في الشارع. اصله ايه بقى؟ انت غيران؟ عن اذنك هتاخر على شغلي. سنجيب هتجيب كتير في بورسعيد؟ هبقى اجي في الاجازات. عن اذنك. هتوحشني. نجيب يا ابني، انا عايزاك في كلمتين. انا طول الليل بفكر في موضوع جوازك. وبعد ما فكرتيه لقيت لك بنت الحلال. اوام كده، ده العمر بيجري يا نجيب يا ابني. وطلعت مين بقى بنت الحلال؟ ايه رايك في نواره؟ نواره؟ لا يا امي، نواره دي اخر واحده افكر اني انا اتجوزها. ليه يا ابني؟ دي هادية وبنت ناس وست بيت ومحدش ينفعك غيرها. بالعكس يا امي، نوارة دي مختلفة عني خالص، دي بنت لعبية. بس سيرتها زي الالماس، قدمنا يا ابني 10 سنين جيران، محدش سمع عنها حاجة وحشة. لا يا امي لا، الا نوارة. نوارة مستحيل. بقى شوفي بقى يا بنت الحلال، انا عندي كلمتين عايز اقولهم لك قبل ما انزل اروح استلم شغلي. اتفضل يا سنجيب، قول كل اللي في نفسك يا اخويا. بقى احنا دلوقتي اغراب في البلد دي. يو مغربة للشيطان. ما تقاطعينيش. حاضر. البلد دي صغيرة وكل الناس فيها تقريبا يعرفوا بعض، ولازم نظهر قدامهم بالمظهر اللي يليق بينا. اي تصرف خارج محسوب علينا. يعني انت ما تتصوريش انك في مصر وتعملي هنا اللي كنت بتعمليه هناك. زي ايه سنجيب؟ يعني خروج مفيش، وقف البلكونة بالمقور والقصير لا. حاضر، انا عارفة كل ده، وكنت هعمل كل اللي انت عايزه من نفسي. وعارفة كمان انت بتعمل كل الحاجات دي ليه؟ علشان بتحبني وبتغير علي. انا بحب كده قوي يا سنجيب، عايزة جوزي يبقى لي لوحدي وانا ابقى له لوحده. المفروض. حاضر، من عينيا. انت تؤمر يا سنجيب. سنجيب انت قد كده بتحبني؟ على اذنك. سنجيب ما تغيبش عليا، اصلك لو غبت عليا دقيقة واحدة هتوحشني. عايزة حاجة من برا؟ الخضار واللحمة هنزل انا اشتريهم. اوعي. انا هجيب لك كل لوازمك وابعتهم لك مع السعر، بس من بره الباب ما يعتبش عتبة الشقة. ماشي. طيب سنجيب. في ايه تاني؟ عايزة ايه؟ انت نفسي حاجة. حاجة زي ايه؟ بس السكة مفتوحة يا وشه كان كشف ولا شرح؟ وشه ما بيش عليه اي انشراح. ايه الراجل ده؟ ده نازل من قطر وشه من القاهرة، عليه غضب ربنا. لا وماشي هو قدام ومرات وراه بستة متر زي الفلاحين، ولابسه خيمة ما تعرفهاش من جواها. ده باين عليه قفل كبير قوي. قفل؟ مش كده بقى نجيب له كم مفتاح يفتح مخه معانا. انا معاه الطفاشه يا ريس. عشان نروق معانا الاحسن يقفل علينا. يقفل على مين يا سيدي؟ اتكل على الله شوف مصلحته عندها لها بكره. يقفل ايه ده؟ احنا نقفل على مين؟ يا ريس. اهلا وسهلا يا سعاده البيه. اهلا وسهلا الاستاذ نجيب رئيس المصلحه الجديد. ايه ده؟ اهلا يا بيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اشرف نوار يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. المصلحه نورت يا فندم. اهلا وسهلا. يا نورت بعد وشرف يا فندم. والله والله وشرف. وانا ما بحبش احلف كتير ابدا. سير سعادتك العطره جايه معاك من مصر والله. طيب مفيش داعي للزيطه دي كلها فندم. ما تضيعوش دقيقه واحده من وقت الدوله. اتفضلوا كل واحد يقعد في مطرحه. مين الرئيس هنا؟ محسوبك يا فندم ابراهيم انه ولي اي خدمه يا فندم. طيب انا عايزك تعمل لي كشف باسماء موظفي المصلحه كلهم، وقدام اسم كل واحد فيهم طبيعه عمله ايه؟
حاضر فن. فورا. حاضر فن. ده انت جاي حامي قوي. وهيجيوله الجواز راحة. يا ختك القوية يا نوار.